في غياب التواصل ما بين الفنان والجمهور نتاعو، كيخلي الإشاعة والأخبار الزائفة تكثر، وهذا دورنا في أرتيماغ أننا نكشفوا تفاصيل الخبر ونكونوا حلقة وصل ما بين المشاهير والجمهور نتاعهم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من أرتيماغ. كيتابع الجمهور المغربي مختلف اخبار الاعمال الجديده اللي غيتم طرحها في الموسم الدرامي الجديد للقنوات المغربيه، وما بين زخم الانتاج وتنوع المسلسلات تفاعل الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي مع القصص المختلفه للمسلسلات. ومن بين المسلسلات اللي من اللحظه الاولى ثار انتباه الجمهور هو مسلسل الى ذاق الحال اللي غيتم العرض ديالو بدايه من 9 اكتوبر كل 2 و4. لك ما دايره شي حاجه ماشي هادي ورا الحياه دايره بحال هكا، خصك تعطي باش تاخد، خصك تضحي باش تعيش. داكشي اللي فكرشك عنده باه ولا بحال نتوما ملائكة عمركم ما غلطتوا؟ المسلسل اللي كيضم نجوم الساحة الفنية المغربية مثل دنيا بوزطازوط، عزيز حطاب، سحر صديقي، ماريا نديم، وسعيد باي، ونجوم اخرين. وحنا اتصلنا بسحر صديقي وقالت لنا بخصوص اجواء تصوير العمل وكذلك العرض نتاع المسلسل الى ذاق الحال. بالنسبه لتجربتي الى ذاق الحال كانت تجربه جد رائعه مع شركه انتاج ايماج فاكتوري اللي هي من اروع الشركات في انتاج الدراما، ومع المخرج مراد الخاودي اللي كانت ثالث تجربه معاه في الدراما. أجواء التصوير كانت جد رائعة، حرفية 100%، داز زوين بزاف. الموضوع اللي كيحكيه المسلسل كيحكي على مجموعة من المواضيع اللي كتتعلق بالمرأة، كتتعلق بالفقر والحاجة، معاناة يعني بزاف ديال الفئات من المجتمع، وكيطرق الموضوع ديال الإنجاب اللي كيتعذر على مجموعة من الناس سواء المرأة أو الرجل اللي كيكون عنده مشاكل ديال الإنجاب، وشنو غادي يوقع وشنو غيترتب من مورا هاد المشكل اللي كيعانيو منه مثلا الأزواج اللي ما كيقدروش يولدوا. دونك ما غاديش نخوض بزاف في السيناريو لأن غادي نخلي يعني الناس تشوفوا السيناريو. وسألنا الفنانة سحر الصديقي على الشخصية اللي كتلعب في مسلسل إلى ذاق الحال، وكذلك تركيزها هاد الفترة على التمثيل بعيدا عن الغناء. بالنسبة للشخصية ديالي اللي لعبت الشخصية ديال عفاف، اللي هي واحد المرأة اللي ميسورة الحال وعندها مشكل ديال أنها ما كتستطعش تولد، وغادي تدير واحد المحاولات اللي هي غريبة وإيليغال، غتجيب واحد السيدة باش أنها تحمل من الزوج ديالها باش انها هي تاخذ هذاك الولد من بعد وتعطي لهذيك السيده الاخرى الاموال، ولكن غادي يتحول هذاك الشيء الى كارثه، وغادي يتحول الى جريمه، وغادي يتحولوا الى بزاف ديال يعني المشاكل والمعاناه اللي غادي يعانيوها مجموعه من الاطراف. دونك هذا فيما يخص يعني الشخصيه ديالي عفاف، هي شخصيه شويه ديكتاتوريه، شويه كتبغي تاخذ لو كونترول ديال الحياه، كتبغي تخطط، كتبغي تغيا توصل الاهداف ديالها، ولكن هاد الشخصيه ديالها غادي تخرج عليها من بعد وتخرج على لا فامي ديالها كامله. بالنسبه للغناء سي فري كو تعطلت شويه باش نصدر الجديد ديالي اللي هو واجد، غير هو كان الوقت المناسب والظروف المناسبه باش يمكن لي ننتج لو كليب ويكون كليب في المستوى، ولكن غادي نرجع ان شاء الله للغناء، غادي تشوفوا الجديد ديالي قريبا. بعد حلقة الأسبوع الماضي من أرتيماغ اللي تكلمنا فيها على الأخبار الرائجة حول مسلسل أحلام بنات وإثارته الجدل من خلافات مع الإنتاج وكذلك انسحاب كوثر بودراجة وتوقيف تصوير إلى مشكل الفنانة سلوى زهران مع الإنتاج، توصلنا باتصال من الفنانة سلوى زهران اللي قالت أن هناك مغالطات وقائمة طويلة من الأخبار الزائفة والشائعات، وإلى حدود الآن ليس هناك أي مشاكل ما بين الكاست وكذلك الإنتاج، وحديثها عن قرب انتهاء التصوير في أيام قليلة، ومن خلال ستوريات النجوم فالتصوير مر في ظروف إيجابية. وحسب المعلومات المتوفرة فمسلسل أحلام بنات غيتعرض عن قريب في نوفمبر على NBC5 وكذلك منصة شاهد. مغني بنو العربي كيجمع 16 منشد مغربي في مطبوع. أجدد أعماله الغنائية بنو عربي كيصدر مطبوع وكيجمع عبد الله منصور 16 منشد مغربي ومطرب ومن كبار شيوخ الصوفية والسماع في المغرب، من بينهم علي الرباحي، محمد عز الدين، ومحمد تهامي الحراق، ومنشد الشارقة فضيل شعيب. وعلى العمل وخوضه أول مرة تجربة الإخراج قالنا عبد الله منصور: قصيدة مطبوع هي قصيدة للشاعر الصوفي المغربي الأندلسي الكبير مولانا أبو الحسن علي الششتري، من ألحان فضيلة الدكتور محمد تهامي الحراق.
من أداء، مجموعة من خيرة المنشدين، من إخراجي أنا شخصيا عبد الله المنصور الخليع منشد فرقة ابن عربي، الفرقة التي تعتبر الأشهر والأقدم في الوطن العربي. الكليب تم تصويره بمدينة الرباط في إحدى المنازل العريقة، حتى نستطيع المحافظة على التراث المغربي لحنا وشعرا ومعمارا، أيضا مع إضافات في الديكور يعطي جمالية ورونقا أكبر للمكان. هذه القصيدة كما ذكرت لكم جمعت أكثر من 16 منشدا مغربيا من أروع الأصوات المغربية الموجودة، وكتعتبر فرقة ابن عربي من أقدم الفرق الصوفية في المغرب، وكتعيد إحياء القصائد لكبار رواد صوفية مثل محي الدين ابن العربي. على المهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة عن موعد افتتاحه لدورته 12 ما بين 20 و 25 أكتوبر تحت شعار السينما من أجل العيش معا بين الشعوب، مع مشاركة أكثر من 20 فيلم في المسابقتين الخاصة بالفيلم الطويل والقصير، وكذلك تكريم وجوه فنية وسينمائية مع ورشات الماستر كلاس. باش تعرفوا اخبار النجوم والمشاهير تابعونا في ارتي ماغ دائما على تيلي بلوس. تيلي بلوس، تميز ومصداقيه.